الأسبوع اللي فات كان صعب جداً، المشتركين بقوا 10. مع الأسف أجراد مش هيقدر يكمل معانا في البرنامج، وبكده اللجنة اختارت تحتفظ بالبطاقة الذهبية لحلقة تانية وتديها لمشترك تاني. استنونا في سهرة جديدة مع المشتركين التسعة. منافسة عم بتزيد كل ما نقرب على اللعب. وضيفة يوم السبت ملكة الإحساس إليسا. عرب آيدل مباشرة على الهواء الجمعة والسبت على NBC1 وNBC مصر.